مهما تقدمنا من العلم مش عارفين ايه هي الروح، لان الله عز وجل قال: ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. مهما تقدمت بقى بالعلم والاجهزه ويقيسوا الجسم وحركات الجسم والقلب ونبضات القلب واشارات المخ، كل ده يتقاس، لكن يظهر قدامه فين الروح؟ يبقى الإنسان عاجز أمام وصف الروح وتصير الروح السر من أسرار الله عز وجل. حتى شعر لكن موجودة، موجودة بنتحرك بيها جوانا، جوانا، لكن ما أقدرش أوصفها ولا أقدر أحدد مكانها. مهما أوتيت من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح دي من نفخ الله عز وجل في الإنسان، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الله عز وجل حينما خلق آدم عليه السلام ظل آدم عليه السلام جسد بلا روح 40 يوم، جسد كده على الأرض ما بيتحركش. فجأة الجسد يتحرك، ايه اللي حصل؟ هو نفخ من روح الله عز وجل. كذلك تلاقي الانسان بالليل قدامك سليم، الصبح تألم في جسمه، ده مش حاجه اتغيرت ولا عمل احسن ولا حصل له اختناق ولا حد ضربه ولا اي حاجه، تقلب في جسمه وهو سليم. ايه اللي حصل فجاه كده؟ من واحد بيتحرك وبيتكلم وبيشتغل وبيضحك لواحد ميت، جسد بلا حراك. ملوش لازمه الجسد من غير الروح. الروح ليها علاقه بالجسد، احيانا تنفصل عنه واحيانا لا، وهي مرتبطه بيه. انت وانت نايم ما انت كانك ميت، الله عز وجل ايه؟ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ساعات انت بتنام ما انت ميت، ده النبي قال كده: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. انت لما بتنام ده انت موت، اسمها الموت الايه؟ الصغرى، ما تعرفش هترجع ولا لا. طب انت بتحس باللي حواليك وانت نايم؟ ساعات تنام وتصحى يقول لك: والله ده فلانه جت ضربنا، اختك جت وقعدت معانا شويه ومشي. ده عالم، العالم اتغير في 8 ساعات او 7 ساعات او حتى ساعة واحدة، انت نمتها ما قدرتش حاجة. الروح سر. طب هتروح فين الروح دي بعد ما تخرج الجسد؟ احنا قلنا ان روح المؤمن هتخرج كما تخرج القطرة من في السقاف. طب هتروح فين؟ قال لك الارواح بتختلف. بعض العلماء قال لك ان الروح لما بتفارق الجسد بتكون حره طليقه في الكون كله. يقول لك ان الجسد سجن الروح، هي محبوسه فيه، لكن اول ما تفارقه بتنطلق في الفضاء، تروح اي مكان هي عايزاه. ولذلك يقول لك الارواح بتتلاقى. ده عالم بيبعد ما شفناهوش، لكن الارواح تتلاقى. تعرفش ازاي؟ العلماء قالوا لك روح المؤمن طبعا بتطلع عند الله عز وجل، زي ما نعرف من حديث الوحي. قلنا نرجع لقولناه اول امس لما قلت لك ان العبد المؤمن اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره نزلت اليه ملائكه بيض الوجوه معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت ويقول: ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ورب غير غضبان. خرجت روح المؤمن تخرج بسهولة كما تخرج القطرة من فيه السقاف. يقول لك الحديث يقول لك ايه؟ فلا يدعوها في يده طرفة عين. اللي انتزع روح مين؟ ملك الموت. لا يدعوها في يده طرفة عين، مهم ملك الموت انتزاع الروح بس، اما الروح دي تأخذها الملائكة. إذا كان بقى العبد المؤمن ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، يقوموا يحطوها في الكفن اللي جايين بيه من الجنة والحنوط اللي جايين بيه من الجنة، يحتضن. العلماء يقول لك أن الملائكة تحتضن الروح كما تحتضن الأم والدها. شوف الأم تبقى خايفة على ابنها إزاي؟ فرحانة بيه إزاي؟ هكذا الملائكة تحتضن الروح، ثم تبدأ الرحلة بقى.
يصعدون بها إلى السماء فيستفتحون أبواب السماء. عارف يعني ايه يستفتحون أبواب السماء؟ عشان في معلومات مربوطة عندنا إن الملائكة دي مش فراغ، يعني السماء معذرة. أحياناً في بعض العلماء يقول لك السماء دي ما هي إلا فراغ متناهي، عشان كده إحنا بنقول عليها سماء. لا لا لا، الملائكة طبقات في السماء، طبقات في أولى وثانية وثالثة ورابعة لغاية السابعة، ولها أبواب وعلى الأبواب حراس من الملائكة. مش أي حد يخش يطلع السماء، ده عليها أبواب. ولذلك يقول لك لما يصعدون الروح يوم إيه يستفتحون أبواب السماء، كأنهم بيخبطوا على الحرس عايزين نطلع من السماء الأولى. فيقولون من؟ ويقولوا فلان، معنى فلان ابن فلان، فيستفتحون له أبواب السماء. يعني باب السماء يتفتح لروحك أنت يا عبد يا مؤمن. خلي بالك السماء دي ما حدش وصل لها أبدا من البشر إلا واحد بس، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي تجاوزها فقط. مش حد من البشر، كائن من كان، لا قبله ولا بعده. يستفتحون أبواب السماء لك أنت بقى يا عبد يا مؤمن، تطلع الروح بتاعتك. ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، يقال روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ده احتفالية يا إخواني والله. عشان كده كنت قلت لك في الدرس اللي فات، إحنا ما يبقاش عندنا هلع عن الموت. ده الموت ده بيقرب الحبيب لحبيبه، بيقربك انت لله عز وجل. انت حبيت قد ربنا؟ ما حبيتش قد ربنا، ده الموت هو اللي بيقربك من ربنا. كوكبه بقى واحتفاليه بالعبد المؤمن بروحه ديت الملائكه اللي انت ما بتشوفوش في الدنيا ابدا، هتشوفه في الاخره. يصعدون به وكلما مروا على ملأ من الملائكه ذكروه واثنوا عليه حتى يصلون الى السماء الايه؟ السابعه. هنا يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم اعيده الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم داره اخرى. يرجع تاني الرحله بقى، خلاص وصل لمنزله عاليه واراد وكتب الله عز وجل له انه من اهل الجنه، تعاد الروح مره اخرى والى الجسد في الفترة دي اللي بيحصل. بنكون احنا كفلنا الميت وغسلناه ودخلناه القبر، يبقى المرة التانية بقى الروح خرجت، ترجع امتى؟ ترجع للإنسان في قبره. فإذا دخلت الروح بالجسد في القبر ننتقل إلى مرحلة ثالثة، وهي سؤال الملكين، وهي أعظم فتنة يتعرض لها وآخر فتنة يتعرض لها المؤمن. الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينه؟ ما تقول في الرجل الذي بعث به؟ إن فضل الله عز وجل لنا اللقاء واللقاء إن شاء الله نجاوب معا على هذه الأسئلة الثلاثة. أسأل الله عز وجل لنا